حوالي 48 ألف طن من مخزون الدجاج سيتم تسويقها تدريجيا من طرف الديوان الوطني لتغذية الأنعام بهدف كسر الأسعار. راح نخرجوا احنا على مجمع لونا ب 48 ألف طن على المستوى الوطني. كل ما يكون ارتفاع في السوق احنا كممثلين للدولة نقوم بإخراج المخزون تاعنا للمواطن باش نمنعوا احتكار السوق، نخرجوه له بثمن 250 دينار جزائري للكيلو، وهذا على كل نقاط البيع تاعنا الموجودة على المستوى الوطني. تأتي هذه العملية بعد ارتفاع محسوس في أسعار الدواجن خاصة مع اقتراب المولد النبوي الشريف. ما يخص سعر الدجاج بعد ما كان 320 دينار قمنا بتخفيضات حتى ل 250 دينار الكيلوغرام، والكويس ب 320 دينار، والسكالوب 600 دينار. اليوم جيتو رانا مع التحضيرات الخاصه لهذه العمليه هذه خاصه مع هذه الفرتره. حنا بون لا ديزانفيكسيون نديروها ولي نيتواج نديروها برسك كل يوم، بصح لهذه المناسبه عطينا لها حاجه خاصه. العملية تتواصل على مستوى 49 نقطة بيع في 23 ولاية، ما من شأنه خلق استقرار في السوق وتمكين المواطن من استهلاك هذا الصنف من اللحوم.